اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله غادي نديرو مع بعضياتنا مليويات بالبصله الطريه. كيجيو لدادي مقرمشين محمرين ما تشبعوش منهم. وما غاديش نطول عليكم، غادي ندوزو مباشره المكونات الطريقه مع بعضياتنا. بسم الله وعلى بركه الله. غادي نحتاجو هنا كميه ديال البصله الخضريه، عندي 2 كيلو. غادي ناخدو غير العرش ديالهم، للاسف بزاف الناس ماشي بزاف الاغلبيه ولا كيشريها هاد العراش الخضر، كيرميهم كياخد غير الراس خض الكبار بحال هكا، وهاد الخضر كيرميهم رغم راهم غنيين بعده فوائد، صحيين ولذادين، كيوجدوا في فصل الشتاء او فصل الربيع، ما بين الشتاء وفصل الربيع كتوجد البصله الخضريه. غادي نقطع هاد الكميه، غادي نقيها ونغسلها كيف كتشوفوا. غادي نقطعها مباشره في المقله، غندير معاها شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه وشويه ديال الكفته. الكفته ماشي ضروري ممكن ديروها بلا كفته، ولا اللي عندكم كفته ديال الدجاج ماشي مشكل، الثومه، فلفله حمراء، فلفله خضراء. غادي نشحروا كلشي مع بعضياتو. قلنا راه درت الزيت عاديه واحد الجمعال كبار ولا ثلاثه، والملحه. صافي كلشي على النار كيتشحر، الكفته، البصله، الفلافل، الالوان. هنا ساس كينجبر خضر تحكوه كيجي غزال. هنا عندي البزار، كميه ديال البزار، عندي فلفله حمراء، عندي هنا هذا قزبر حبوب مطحون كيجي لذيذ، عندي السودانيه الحار، فلفل الحار. نخليو كلشي كيتشحر، نخليو كلشي كيتشحر مزيان باش كلشي ينسجم مع بعضياتو. ودائما مع التحراك باش ما يلصصقش لينا، وهاد الحشوه ما يكونش فيها الماء، تكون ناشفه تماما، مخصهاش تكون فيها الماء، نخليوها تنشف تماما. وغنزيد هنايا الزيتون اللي هو مقطع، تيبقى اختياري اللي بغى يديرو. هنا راه ممكن تضيفو حتى الزيتون الكحل، الزيتون الكحل اللي تيكون بلدي وما فيهش الملحه، كيجي لذيذ تاهو. صافي وكتدوق على حسب الملحه، كتشوفو الملحه شنو واش خصكم ولا ما خصكمش، لان الزيتون مالح. هنا في الاخير كنضيف زيت الزيتون باش كنسم. دائما ما تحرك، والعافيه كتكون متوسطه. وغادي نزيد هنا معدنوس في الاخير، معدنوس مقطع. صافي كنطفي البوطه، معدنوس مقطع ما كنشحروش، صافي كنديرو مع المكونات وخليه. اما بالنسبه للعجين كتشوفوا العجين عاديه ديال المسمن ديال الرغيفه اللي كتعرفوا، زلافه فينو، زلافه فورس، الملح، الماء، وكتعجنوها مزيان. والاهم انها تكون مدلوكه مزيان وتكون مرخوفه. كنشكل كويرات طبيعه الحال بعد ما تندهن بشويه الزيت، والسطح العامل تيكون نقي، كشكل كويرات اللي كتكون متوسطه. كنبدا نسرح بكويره كويره وكندير فيها الحشوه، الحشوه كنقسمها على حسب عدد الكويرات اللي عندي. صافي كناخذ الكميه ديال الحشوه وكنبدا نوزعها على القرص ديال الرغيفه ولا الملاوي، وكنبدا نلوي. صافي كنلوي وكنخليهم يرتاحوا، حتى يرتاحوا عاد نقرصوهم. الا قرصناهم دابا كيتقطعوا، كل ما ارتاحوا كل ما مزيان. صافي كنكمل هكا، كنستمر كنسرح العجين، كتشوفوا انها
كتكرس بسهوله لان راه مدلوكه مزيان والعجينه مرتاحه. كندير الحشوه وكنوزعها. اللي بغيت نقول لكم بان هذه هي الطريقه الاولى، كتوزعي الحشوه على الورقه كامله وكتبداي تلوي. غادي تشوفوا معايا الطريقه الثانيه اللي ما بغاش يوزع الحشوه هكا، هكا كنجمع وكنلوي. يجيو ساهلين، كنخليهم يرتاحوا. هنا كناخد عاوتاني قرص اخر كنسرح العجين، وكناخد الحشوه كنديها على طول كيف ما كتشوفوا قدامكم. صافي وكنبدا نلوي، تجي غزاله ما شاء الله. صدقوني اي طريقه بغيتو ديروا هاد الحشوه ديروها هكا، هكا كتجي حسن من الاخرى، كتجي باينه معمره بزاف. صافي كنلويها هكا وكنستمر هكا على الكريسات كاملين، كنمشي هكا. بعد ما كيرتاح المليويات ديالنا كنجيبو الطاوله اللي غادي ندخلو فيها الفران. كيف ما شفتو دهنت واحد شويه، غير شويه ديال الزبده. اللي بغيت نقول لكم باش كنورق، ورقت بالزيت فيه شويه الزبده، غير شويه ما كنكثرش، لان الا درتي الزيت بوحدو غتجيكم العجينه قاصحه. صافي كنورق شويه المليويات غير شويه باش ما يجيونا مغلط مرقاق. صافي وغندخلهم الفران اللي كيكون سخون. غندير الطاوه في الوسط، العافيه لتحت وعافيه للفوق، باش يتحمروا لنا من تحت والفوق. كندهنهم بشويه الخليط ديال الزبده والزيت. بعد ما طابوا كيجيو محمرين ومقرمشين وكيجيو لذاذين، ما تشبعوش منهم. ان شاء الله تجربوهم بالصلخ الضريه، كيجيو يا سلام ما تشبعوش منهم. هذه الطاوه الثانيه، الشكل ديالهم تيشهي. كنتمنى المليويات بالبصله الخضريه في الفران يعجبوكم. غادي نقطع لكم وحيده تشوفوا كيجيو رائعين. ما كيجيوش معجنين لان العافيه في الفران متوسطه، كتدخل العافيه حتى لداخل. الا كانت مجهده راه كيطيبوها من الفوق. شوفوا الحشوه ديالهم كيفاش يجيو، ما كيجيوش معجنين. شوف كيفاش يجيو مورقين، كيجيو رائعين. كنقول لكم بالصحه والراحه، وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم. نتمنى تجربوها وتردوا عليا الاخبار. السلام عليكم، باي باي.